في مشهد جديد يجسد فشلهم السياسي وانطلاقا من مبدأ النفعية الذي طالما انتهجته عناصرها، زار وفد من جماعة الإخوان في تركيا حزب السعادة التركي المعارض الخصم اللدود لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بلسان عناصر الإخوان أنفسهم، مثلت الزيارة انقلابا واضحا على سياسات أردوغان رغم الدعم اللامحدود الذي لاقته عناصر الجماعة في تركيا على مدار 8 سنوات والمميزات التي تمتعوا بها والتي تجاوزت في كثير من الأحيان المميزات التي يحصل عليها المواطنون الأتراك. سقطة كبيرة جدا أردوغان وحكومته خلال السنين اللي فاتت 8 سنين، والله وأنا بأقسم على علم تعامل معاهم اللي ما بيتعامل مع الأتراك. اللافت أن الوفد الزائر لحزب السعادة التركي الذي يعد من أشد معارضي أردوغان ضم عضو مجلس شورى الجماعة همام علي يوسف ومدحت الحداد المسؤول عن إدارة استثمارات وأنشطة الإخوان المالية في تركيا، ما يعني موافقة مكتب الإرشاد على الزيارة في خطوة كاشفة لحجم الخلافات بين الجماعة والنظام التركي الحاكم. بحسب مصادر، عارض مسؤولو الإخوان دعم حزب السعادة ماليا وسياسيا في أي انتخابات مقبلة بتركيا في إشارة واضحة لاستعداد الجماعة الدائم للتحالف مع أي تيار يحقق لها مصالحها ويدعمها. باختصار شديد، اللي حصل ده شكل من أشكال الخسة والنذالة وشكل من أشكال الغباء السياسي. وفق مصادر مطلعة، حاولت الجماعة عبر زيارة الضغط على النظام التركي قبيل الاجتماع المزمع عقده في القاهرة بين القيادات الأمنية في البلدين مطلع مايو المقبل لوضع المصالحة مع التنظيم كأحد بنود التفاوض، والتراجع عن قرار تسليم قيادات الجماعة المطلوبين لدى القضاء المصري، ما يعكس القلق الذي تعيشه الجماعة حاليا. كما جاء اللقاء بعد أيام من رفض ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي ومسؤول ملف الإخوان لقاء عدد من قيادات التنظيم عدة مرات، حيث حاول محمود حسين أحد أبرز قيادات الجماعة المتواجدين بتركيا التواصل مع ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي قبل أيام لبحث وضع عناصر التنظيم ومناشدته بعدم تسليم المطلوبين لدى القاهرة أو السماح لهم بمغادرة تركيا دون عوائق، لكن أقطاي طلب تأجيل المحادثات ولم يبلغ قيادات الإخوان ردا واضحا. تحرك الإخوان بعيدا عن أردوغان عكس فقدان مظلة الدعم التي وفرها لهم أردوغان منذ 2013 وتآكل الثقة بينهما، وهو ما بدا واضحا في التضييق على أذرعهم الإعلامية تقربا من مصر. ولكن تقرب الإخوان من حزب السعادة وتعويلهم عليها خطوة محكوم عليها بالفشل بحسب محللين، خاصة وأن الحزب ليس له ثقل سياسي كبير داخل البلاد أو فرص لتحقيق إنجاز كبير في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتجاوز حتى حاجز 10% للدخول إلى البرلمان، ما يعكس قصر نظر الجماعة. الخلافات تتسع بين أردوغان وقيادات تنظيم الإخوان في تركيا، فماذا ستحمل الأيام القاضية لهما؟ بنقول إن الإخوان ملهمش أمان، علشان الإخوة في تركيا والإخوة عند أردوغان يعرفوا الإخوان على حقيقتهم.